احنا كل شويه طبعا لازم يبقى فيه مناسبه، لكن على مدى الفتره اللي فاتت كانت الناس بتتكلم عن اللجنه الاولمبيه، هل في مخالفات معينه، هل في قصور معين. النائبه مها عبد الناصر وهي عضو مجلس النواب قدمت طلب، الطلب ده طلب احاطه متوجه لرئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضه بخصوص طبيعه انفاق اللجنه الاولمبيه على لاعبي اتحاد الفروسيه المصري، وانه في عدد من المخالفات. واللي لفت نظري واحب اسال عنه النائبه مها عبد الناصر انه في وفقا للي هي اتكلمت عنه تحديدا، عايز بس اقوله لحضراتكم وفقا للي هي اتكلمت عنه تحديدا، انه في ارسال تحويلات ماليه من اموال عامه باسم سيده مجهوله الصفه. فده دي حاجه انا ما قدرتش افهمها يعني. وطبعا برضو هيبقى مهم جدا ان احنا نسمع رئيس اللجنه الاولمبيه نفسه هشام ابو حطب، يبقى موجود معانا هشام حطب. ناسف النائبه مها عبد الناصر، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه ابرز المخالفات اللي حضرتك تقدمت بيها وهل عليها مستندات محدده؟ الحقيقه انا جالي يعني انا ما عنديش علاقه شخصيه او اعرف اللاعب الفروسيه المصريين سعيد الدهان وعبد القادر سعيد، لكن جات لي رسائل فيها المخالفات دي وفيها صور، يعني في صوره التحويل. انا الحقيقه طلب الاحاطه احنا بنقدمه على التابلت يعني في المجلس، وعملت المرفقات دي كلها في فايل بي دي اف يعني مرفقه مع طلب الاحاطه يعني. مفهوم. ففي تحويل مالي من سيدة تدعى حنان الدني، هي ملهاش أي علاقة بالاتحاد يعني ملهاش صفة رسمية، ومع ذلك في مبلغ تحويل موجود يعني موجود الإيصال بتاعه بتاع البنك. فده في حد ذاته حاجة الحقيقة يعني مثيرة للشك بشدة، بالإضافة أن هو أصلا اللجنة أعلنت أن هي صرفت 23 مليون جنيه في يعني اتحاد الفروسية، يعني هو قال انه قدم دعم للاعيبه الفروسية بقيمة 23 مليون جنيه. في حين ان هما الاثنين الفارسين دولت قالوا ان هما اللي خدوه ما يمثلش حاجة خالص من المبلغ ده. فمحتاجين برضو يكون في يعني هل قبل ما حضرتك هل مع تقديم طلب الاحاطة ده هل كان في اي اتصال باللجنة الاولمبية نفسها فن؟ او تحري او استنفاق من جانب الطبيعي بتاعي انا الدور الرقابي ان انا اقدم طلب احاطه. طلب احاطه ده معناها انه قولوا لي يعني حققوا في الموضوع وردوا عليا، لانه انا ولا انا جهه التحقيق ولا ليا الحق ان انا اتصل بالناس مباشره اقول لهم انتوا قولوا لي عملتوا ده ازاي في اطار جمع المعلومات يعني حتى ده ما حصلش. انا كنت بتكلم عن مستوى جمع المعلومات. لا الحقيقه لا لا ما طب احتمال حضرتك احتمال تسمعي رد ما مقنع يلبي التساؤلات في طلب الاحاطه، لانه معانا رئيس اللجنه الاولمبيه هشام حطب. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. مش عارف اذا كنت سمعت سياده النائبه مها عبد الناصر ولا لا. سياده النائبه ايوه سمعتها يا فندم. وطبعا كل الاحترام لمجلس النواب وكل النواب الافاضل وعلى راسهم النائبه الفاضله مها عبد الناصر، وطبعا مجلس النواب هو صاحب الحق في الرقابه وله كل الطرق وكل ما يريد طرحه والسؤال على كل ما يريد طرحه في اي موضوع او اي مشكله. حضرتك الموضوع بسيط ببساطه شديده يعني يتمثل في ثلاث جوانب. اتفضل. الجانب الاول هو جانب فني، وهو اختيار عناصر المنتخب والعداله في هذا الاختيار، وهذا الجانب تم حسمه في اولمبياد طوكيو، وكانت البطولة الفردية دايما تسبق البطولة الفرع، يعني بيلعبوا فردي قبل الفرع، فبيبان مين أحسن عناصر اللي أدت في الفردي عشان نقدر نختارها في الفرع. وكان يجب اختيار طبعا أحسن ثلاث فرسان اللي هم أدوا في الفردي وإحنا اخترناهم في الفرع، وده اللي حصل بالفعل، إلى جانب أن الفارس اللي تم الاعتراض عليه من قبل بعض الفرسان في مجال الفروسية يعني كان هو صاحب أفضل مركز في البطولة الفردية، وده ما يؤكد ويثبت صحه الرؤيه الفنيه للاتحاد الفروسي. ادي الجانب الفني. ايوه. نتكلم بحضرتك على الجانب المالي. ايوه. طبعا اللي بيتقال حضرتك في حاجات كتير والجانب المالي ده في حاجات كتير كلام مرسل ما ملوش النقطه الخاصه ده. بارسال شخصيه ملهاش صفه رسميه بتحويلات ماليه. حضرتك ده موضوع شخصي، وانا ما بتدخلش بالجانب الشخصي اللي فيه العلاقه بين اولياء امور
اللاعبين والفوسان، دي حاجات ما بينهم وبين ضويهم. يعني ده خارج، حضرتك بتقول انه ده خارج ومنفصل تماما عن الاداره الماليه والذمه الماليه للجنه، وهذا الامر لا يخص اتحاد الفوسيه خالص. يعني دول اهالي والده هم مع بعض في الحاجات دي. ده جانب شخصي احنا بنتكلم عنه. اما الجانب المالي برضه عشان نتكلم لانه مهم برضه ويهم سعاده النائبه، طبعا اللي انا شايف الجانب المالي في جميع عناصره ومحل فحص من الجهه الاداريه المختصه دلوقتي، وبمجرد انتهاء فحص هذا الجانب سيتم الاعلان عنه في حينه بتقرير كامل ان شاء الله. هيبقى حاجه مرضيه، واحنا نحترم رغبه النائبه الفاضله او مجلس النواب بكله، واحنا ليست فوق المساءله، احنا نتساءل ونحاسب كل حاجه، واحنا تحت امر السيده النائبه في اي حاجه عايزاها، ونتواصل معاها في اي حاجه او مع مجلس النواب الفاضل والجليل. روح طيبه مهمه. بس انا عندي سؤال بقى بره الملف ده.